الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النذر من صحيح تحت باب: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي واللفظ لزهير، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل للتحالفات يعني، وأصابوا معه العضباء، ناقة العضباء كانت سريعة جدا. فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال: يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحج، إنك تسبق نوق الحج. فقال: إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلته أنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف يعني قبل أن تؤسر، يعني لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر، فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك. أما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك، ويبقى الخيار يعني لا تقتل، لكن يبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء، يعني لا تقتل، أسلمت خلاص لن نقتلك. لكن ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جاء فأطعمني، وظمآن فاسقني، وظمآن فاسقني. قال: هذه حاجتك؟ ففدي بالرجلين، يعني أخذ، ترك لبني عقيل وأخذ الرجلان من أهل الإسلام. قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء، يعني أسرت العضباء أيضا. فكانت المرأة في الوثاق يعني عند أهل الشرك، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، يعني يتركون الإبل أمام البيوت. فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي للعضباء فلم ترغو. قال: وناقة منوقة، يعني ناقة مزللة سهلة، فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت، ونظروا بها فطلبوها، يعني علموا بها وأحسوا بها فطلبوها فأعجزتهم، كانت سريعة جدا الأطباء. المرأة هربت، المسلمة هربت عليها، المسلمة كانت أسيرة عند الكفار. قال: ونظرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروفة الناقة. فقالت: إنها نظرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله، بئس ما جزيتيها، نظرت بئس ما جزتها، نظرت لله إن نجاها الله لا عليها لتنحرنها، لوفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. لا تنظر على شيء أنت لا تملكه. قال: في رواية: كانت العضباء لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاج. في حديث: فأتت على ناقة ذلول مجرسة، وهي ناقة مدربة. هذا الكلام عن رسول الله عليه السلام لا وفاء لنذر في معصية واضح، ولا فيما لا يملك العبد، قد ننطلق منه يا عبد الرحمن إلى مسألة متعلقة بالإيمان. إذا قلت لك:
أقسمت عليك يا عبد الرحمن أن تأكل، فأنت قلت لن أكل، هل علي كفارة؟ أنا لا أملك أنك تأكل أو لا تأكل. فبالأقيسة هذا يؤيد قول من قال لا كفارة علي لأنني لا أملك أمرك. واستدلوا أيضا بأن أبا بكر كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رجل فذكر للنبي رؤيا وقال للنبي عبرها لي يا رسول الله، فقال أبو بكر دعني أعبرها له، فعبرها أبو بكر فقال للنبي أصبت أم أخطأت يا رسول الله؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبت وبالذي أخطأت؟ قال لا تقسم، ولم يأمره بكفارة. فحديث لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد يؤيد، لأن النذر بمثابة اليمين. وبالله تعالى التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.